منذ نحو 14 شهراً استعدت شركة إنفيديا لمواجهة تراجع كبير في الأرباح والمبيعات، الأمر الذي أدى إلى تراجع سهم الشركة بنسبة 51% في 2022، مع المنافسة التي تواجهها في سوق تصميم وتطوير بطاقات الرسوميات لأجهزة الكمبيوتر مع شركات مثل AMD، إنتل، ARM وزيلينكس. ولكن مع ثورة الذكاء الاصطناعي تهافتت الشركات وتنافست على دخول هذا العالم، وأصبحت ملزمة للجوء إلى شراء شرائح الرسوميات التي تنتجها شركة إنفيديا، والتي تعتبر من أكثر الأدوات أهمية في دعم تطور البرامج والأجهزة الذكية. فقد استطاعت إنفيديا أن تسيطر على أكثر من 85% من مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي في العالم، ولذلك استطاعت الشركة أن تتخذ من عام 2023 نقطة تحول في مسارها، إذ نجحت في تحقيق نقلة نوعية في مسارها، مما دفع إيراداتها خلال عامها المالي المنتهي في 28 من يناير 2024 للوصول إلى مستوى قياسي عند 60 مليار و900 مليون دولار، لتسجل أرباح الشركة ارتفاعاً بنسبة 286% في مجمل عامها المالي، لتصل إلى 32 مليار و310 ملايين دولار.